اول شيء عصافير وكيت والسالفه بالطايره ايش سالفه ها اكيد عندك رساله بيشجع العنابي طول حياته اوه هاي بيشجع العنابي يعني هاي بيكون فوق الملعب بتشوفه. هاي تعويذه بتشوفه هاي اللي فوق هاي بفوز هاي سر الفوز هاي اللي بفوز شو اسمه ايش سميت هاي فلفول فلفول اوه الفلفول مولع يا الربع فلفول ها انا كلمت بيسمعني الحين فلفول من بيفوز العنابي يقول قطر قطر ها قطر قطر فلفول عندنا فلفول تعويذة البطولة فلفول اذا العنابي راح النهائي ان شاء الله اخذ الكاس فلفول كم بنفوز احنا انا توقعاتي الجزائر ركز جزائر ايه 2-1 2-1 معقول ها ان شاء الله قطر تفوز بس الجزائر متأهلة في النهائي يعني شلون قطر تفوز الجزائر في النهائي؟ يعني انت دخلتها وطلعت لا تونسي تستبي الجزائر تونسي مالك مع تونس الجزائر ونعم ونعم الجزائر بنتعادل وياهم الجزائر منتخب قوي والدوحه بعد منتخب قوي بس ان شاء الله نجيب التعادل او تعادل ما في لازم واحد برا حبيبي من بيصعد النهائي احنا ولا الجزائر؟ الجزائر الجزائر ان شاء الله قطر حيرتني يعني ودي تقول قطر جزائر الحبيبة للجزائر المنكوبة انصرها انصرها نصر عزيز مقتدر نصر عزيز مقتدر ربنا ربنا انصر الجزائر انصر الجزائر ربنا ربنا علي راية الجزائر علي راية الجزائر خضراء خفاقة خضراء خفاقة لون من ألوان الجنة لون من ألوان الجنة لون من ألوان الجنة لون من ألوان الجنة اللهم اللهم اجعلها يا الله اجعلها يا الله شامخة 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 منصورة منصورة الجزائر العزيزة الجزائر العزيزة اللهم اللهم حبب إلينا الإيمان حبب إلينا الإيمان وحبب إلينا الجزائر وحبب إلينا الجزائر وحبب إلينا القرآن وحبب إلينا القرآن وحبب إلينا الجزائر وحبب إلينا الجزائر حبب إلينا الإحسان حبب إلينا الإحسان وانصر الجزائر وانصر الجزائر اللهم اللهم اجعل الجزائر اجعل الجزائر قوية قوية بإيمانها بإيمانها الجزائر الجزائر قوية قوية بإسلامها بإسلامها الجزائر الجزائر قوية قوية شهدائها شهدائها